سؤال: أدرس بالمصدر ولا أدرس بالمحاضرات ولا شلون؟ مساء النور شباب وبنات. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن هذا التساؤل. أنا شخصيا إنه لو تسألني ما راح أجاوبك جواب قاطع، أوكي، ما راح أجاوبك جواب قاطع، بس أكيد راح يكون ميولي وراح أحاول أوجهك إنه تقرأ مصادر، لكن ما راح يكون جوابي قاطع. ليش؟ إحنا خلي دائما يعني خلي نفكر بالجامبين، إنه إذا أنا رحت لهذا الطريق أو رحت لهذا الطريق وراح يوصلني. طبعا أكو زميل إلي جدا لطيف، تحدثنا أنا وياه بهذا الموضوع كثيرا، وكان إلى رأي لطيف وجميل وأنا احترمه جدا، وأني كان أيضا إلي رأي أني أحترمه جدا هم الرأي. فبالنهاية أكو رأيين. الرأي الأول يقول لك أنه أنت أدرس بالمحاضرة، أنه طالما رؤية الأستاذ، يعني الأستاذ هو إلى رؤية، يعني خلينا نقول خارقة، أو خلينا نقول إلى رؤية معينة، فرؤية خارقة، فالمهم فإلى رؤية معينة فأنت أدرس بالمحاضرة. وهذا صراحة كلام أغلب الناس اللي شفته يعني بالمحيط اللي أنا بي، فأدرس أنت بالمحاضرة وعلى حسب رؤية الأستاذ، وأنت بالنهاية أنت مطالب بامتحان، فأنت تدرس هاي المادة، فهمها وأكيد فهمها وتدخل بتفاصيل فهمها، المهم تفهمها. وأحيانا مثلا إذا شفت نفسك أنه أكو نقاط ما قاعد تفهمها فمو مهمة، لأنه الأستاذ ما مركز عليها، فبما معناته أنه هاي هسه مو مهمة، بعدين عود من تكون مهمة جدا، فأنه راح تأخذها بالسنوات القادمة. فأنت أدرس بهاي المحاضرات، بعد فترة أنه يصير عندك امتحان تمتحن، حتى أنه إذا درست كل شيء أنت راح تصير أول بهذا الامتحان. جيت أنا صراحة أنه عدلت على هاي الفكرة، أوكي أنا ما محيتها تماما ولا رفضتها تماما، بس عدلت عليها. قلت هو يعني كل إنسان لما يسعى لشيء فهو غالبا يسعى على حسب رغباته أو على حسب احتياجاته أو على حسب اللي هو يريده بالنهاية. فهل أنا أريد أصير الأول؟ هل هو هاي غايتي؟ أريد أصير الأول؟ أكيد هي غاية جميلة وغاية نبيلة وغاية لطيفة، وأتمنى صراحة أن أكون أول، بس هل هو هذا يعني؟ هل هي هاي اللي أنا هي الفكرة أنه أطلع درجة عالية؟ هل هي هاي الفكرة اللي أريد أوصل؟ هل هو هذا الهدف اللي أريد أوصل له؟ ولا الهدف أنه أنا أفهم فهم عميق للمادة؟ الهدف أنه أفهم كل شيء أنا أحتاجه عن المادة؟ يعني مثلا أنا أخذها بهاي النظرة صراحة، عندي أنه أنا هاي السنة، أنا السنة الثانية طب الكوفة اسمي عبد الرحمن، أوكي؟ للي حبي يوصل لي ويجي نتعرك عنه يا بالموضوع ما عندي مشكلة. أنا أخذها على نفسي أنه نفرض هو اللي قاعد يصير عندي هاي السنة، أنه أنا المفروض الأبرلم، يعني الأطراف العلوية والأطراف السفلية، عندي مادة الأطراف العلوية والأطراف السفلية الأناتومي مالتها، بهاي المرحلة لازم أخذ أناتومي كامل، خلص هي هاي المرة هو الأناتومي، هي بس هاي السنة، بس هذا السمستر، بس هذا الموديول راح اخذ الاناتومي اوف ابرلم، اسمه الام اس كي، الماده اسمها ام اس كي اللي هو الماسكولو سكيلتون اللي هو يعني اللوكوموتور سيستم، ايضا يسموه لوكوموتور سيستم. فالمهم انه الاناتومي مال الايد، الاناتومي مال الطرف العلوي، غلط تسميه ايد، الاناتومي مال الطرف العلوي، الاناتومي مال الطرف السفلي انا لازم اخذه. طبعا المحاضرات والمصدر، هنا أروح مصدر ولا أروح محاضرات؟ المصدر موسع، أي أكيد المصدر موسع، المحاضرة مختصرة، أي المحاضرة راح تحتاج وقت أقل، صح، المصدر راح يحتاج وقت أكثر، صح، بس أنا أروح للمصدر ولا أروح للمحاضرة؟ بالنسبة لي أنا شخصيا راح أروح للمصدر. ليش؟ لأنه أنا طبيب أو أنا راح أصير طبيب، أنا ستطالب طب راح أصير طبيب. طبعا دائما على فكرة بالتعليقات دكتور ودكتور ودكتور، أنني بعدني مو دكتور، أنا طالب بس، فياريت بدل دكتور عبد أحلى، أشوفها أحلى. فالمهم فأنه أنا راح أصير طبيب بالمستقبل، فالأبرلم واللورلم راح أخذه هسه،
هسه المفروض اهتم بي، هو هذا الوقت المناسب حتى اهتم بي وحتى اقرا له مصادر حتى يكون فهمي عميق له. واني يعني الغايه او يعني المستقبل مالتي، مستقبلي مو انه اخذ درجه كامله بالامسكي اللي هو يعني لوكوموتور سيستم او الابر لم الاناتومي اوف ابر لم ولور لم، مو هاي الغايه، مو يعني مو المحصله. المحصله المفروض تكون مو انه اخذ درجه كامله، لا، المحصله حسب ما انا اعتقدها المفروض انه اني اكون فهمت كل اجزاء الابر لم واللور لم، بحيث انه لما ادخل للسيرجري، لما اتخرج بعد هذا واكون طبيب، تخرجت خلاص طبيب، انه يكون اقدر يعني اقدر امارس الجراحه، اقدر انه مثلا اذا واحد اجت طلقه كتفه اوكي، فاني اعرف الستركتشرز بشكل دقيق انه الطلقه من دخلت هنا وين، شنو الموست بروبابلي انه راح يصير هنا، شنو اللي راح يصير، يعني المرجح اللي مثلا اجت الطلقه هنا، انا اعرف انه هنا اكو مثلا العضله الكذا، النيرف الكذا، الارتري الكذا، الفين الكذا، العظمه الكذا، الليجمنت الكذا الى اخره، فاني اعرف هاي الامور اوكي. فهي هاي الغايه بالنسبه لي، مو الغايه انه اني اكون امتحنت وطلعت درجه كامله وبعد الامتحان انه خلاص انسح ابرلم. وين الابرلم؟ دور عليه بالابواب مال دماغي، دور عليه بالدهاليز دماغي، ما القاه، القى هيش ضباب معلومات مو معلومات. اذا شنو اللي سويته هني؟ عمليا خلينا نسال انفسنا، ان طبعا انا اتحدث بشكل اساسي على كلية الطب، لان كلية الطب مو اي كلية ثانية. كلية الطب اللي المفروض يتخرج من عندها يتخرج طالب مسؤول عن ارواح، او يتخرج طبيب مسؤول عن ارواح ناس اوكي، مو يتخرج طالب ماخذ درجة كاملة بامتحانه. ما حتى ما يتخرج طبيب ماخذ درجات عالية، ترى ما حد راح يهتم انه انت درجتك شنو. اللي راح يهتمون انت لما يكون مريض تحت ايدك، انه هذا المريض راح تعرف تعالجه ولا لا، تعرف تعالجه صح ولا لا، حتحس بنقاط معينة انت عندك نقص بالمعلومات ولا لا. احكيكم تجربتين، طبعا هن مو ملاتي، ملات دكتور رمضان، دكتور اللي درسني بلبنان، درسني الاناتومي واللي حببني بالاناتومي. وهو لأنتهم أساساً ما محتاج واحد يحببني به، هو أساساً حلو يعني، أساساً الله يخلينا إياه وخش ولد أصلاً. فالمهم، فهذا دكتور رمضان شي يقول، يقول إحنا كنا يعني ريزيدنت يعني طبيب قاعد يدرس بالاختصاص، طبيب قاعد ياخذ الاختصاص مالته، يعني هو هذا يصير بعد 6 سنوات، أنت تأخذ سنة أو سنتين أو 3 حسب كل نظام الصحي، حسب نظام الجامعة والكذا ونظام الترفيع الموجود بالبلد الفلاني. فالمهم بعد 3 سنوات تقدر انت يعني تدخل الاختصاص، بعد هاي 3 سنوات يعني بعد دراسة، بعد 9 سنوات من دخولك لكلية الطب راح يسموك ريزيدنت مثلا، ها كمثال حسب النظام مالتنا وحسب النظام على ما اعتقد مصر، لانه هو طبيب مصر. فيقول انه احنا دخلنا، يقول الطبيب المسؤول علينا يريد يشوف ادائنا، فيقول انه عندنا واحد من الاطباء اجت حالة شنو؟ بنية عندها انفكشن، بنية صغيرة عندها انفكشن بايدها اوكي، عندها انفكشن بايدها يعني صاير عندها بكتيريال انفكشن، او صاير عندها يعني التهاب بايدها بسبب انه مايكرو اورجانيزم موجودة بايدها قاعد تسبب هذا الالتهاب. فيقول انه هذا الطبيب قاعد يفتح فتحة منانة حتى يحاول يطلع الجراحة الموجودة، البص اوكي، حتى يحاول يطلعه. ما اعرف ليش ما اعرف، لانه ببساطة هو ما عنده اناتومي دقيق للايد. يقول هو ببساطة انه الايد بيها 5 compartments، الهاند يعني بيها 5 compartments، الكومبارتمنت اللي لازم يشتغل عليه خلينا نقول الكومبارتمنت اي، هو ما يندل اصلا، ما يعرف اصلا انه اكو كومبارتمنت اي وبي وسي والى اخره، ما يعرف هاي الامور. فبالنهايه شنو؟ بالنهايه انه ما قدر يوصل لمكان الانفكشن، ما قدر يطلع الجراحه صح، وبالنهايه شقق هالايد البنيه، كل شويه يفتح فتحه ويسدها وما اعرف وين يروح، وبالنهايه قال له وخر، خلي يشتغل اللي أفضل منك واللي أعلم منك. فهو يتحدث ويقول إنه
الهاند مثلا تعتبر من البلاك اريا، اوكي البلاك اريا المناطق السوداء بالاناتومي، لانه كثير من الدكاتره الاختصاص ما يعرفون كل شيء بيها. هذا كلام دكتور رمضان، أنا أثق بدكتور رمضان وأعتقد أنه فعلا هاي الحادثة حصلت، وفعلا أنه أكو أطباء ما يعرفون، أكو أجزاء بالجسم هم أطباء وجراحين وأكو أجزاء بالجسم ما يعرفوها، لأنه ببساطة ناتج من إهمال. أنا أثق أنه أكو هيجي شيء. أنت اللي قاعد تسمعني واللي قاعد تشوفني أنه تثق أو ما تثق، هذا الشيء راجع لك، بس أنا شخصيا ما أستبعد وجود هيجي شيء. نقطة أخرى يقول انه مره واحد بمستشفى الاسكندريه على ما اعتقد، يقول الاسانسير او المصاعد، هسه المصاعد الحديثه انه من الباب مالتها تطبق، اوكي اذا اكو بين البابين فشي فجسم صلب راح تستشعر هذا الشيء وترجع تفتح. المصاعد قبل ما كانت تستشعر، فمن تقفل فعلا، اوكي فهو هذا خطيه يعني قفلت على ايده، اوكي الايد اليمنى واليسرى معروف، بس المهم انه كان الارم يعني مالته، فقفلت على الارم مالته وسحبته لفوق، يعني خلاص انه هو حشر بهذا المصعد. فاللي صار عنده شنو؟ ما صار عنده كسر والحمد لله مبدئيا، بس اللي صار عنده شنو؟ السوفت تيشو كلها تمزقت، يعني الأوردة، الأعصاب، الشرايين، العضلات، الأوتار، دني كلهن تمزق. دخلوا غرفة العمليات، عالجوا الموضوع، طبعاً قدروا عادي يعني داركوا الموضوع. بعد 24 ساعة الشاب مات، مع أنه كانت المسألة مالته مو بهاي الخطورة. دكتور رمضان يقول المسألة مو بهاي الخطورة، دكتور رمضان ما كان المسؤول عن العملية، كان هو ريزيدنت وقتها. فيقول يعني صار استغراب كبير انه ليش هذا مات؟ مات لسبب، السبب شنو؟ شوفوا احنا عندنا الفينز الشرايين، اكو شرايين تصير سوبرفيشال تحت الجلد مباشرة، واكو شرايين اكو اوردة تصير سوبرفيشال، اوكي سوبرفيشال يعني تحت الجلد مباشرة، واكو لا اكو تصير ديب بحيث تصير جو العضلات فوق العظام مباشرة. فبين البشر اكو variations، اكو مثلا variations يعني اكو متغيرة، اكو تغيرات، يعني بمعنى انه اكو بشر يكون عندهم الديب فينز، ديب فينز يعني سميكة، وهي هي الرئيسية، هي المين فيسل او مين فينز اللي تنقل اللي ترجع الدم. اكو اشخاص او اكو بشر لا السوبرفيشال بالنسبة لهم لا هي الاساس هي المين. فاللي متعرف عليه طبعا هو السوبرفيشال هن المين، اوكي هن المين. وهذا المريض الفاريشن اللي صارت عنده او الفاريشن موجودة عنده شنو؟ انه الديب هن المين، اوكي هن المين. فبالنهاية هم يعني عندهم شارلين نقول عندهم جايد لاين انه انت لما تجيك هيك حاله، انت جنرال سيرجن او ريزيدنت لما تجيك هيك حاله، فانت لازم شو تسوي؟ لازم تسيطر على الموضوع باسرع وقت ممكن. فالاسرع وقت ممكن بالنسبه لهم شنو؟ اذا انت عندك مثلا اربع شرايين مثلا مقطوعه، تاخذ شريان واحد بس تسد البقيه، وتاخذ شريان واحد بس رئيسي يعني يطي الدم، والأوردة أيضا إذا عندك كذا وريد فتسكرهن تسدهن كلهن وتخلي وريد واحد يرجع الدم أو هيك شيء. أنا صراحة بعد مو سيرجن فما أعرف هيك شيء. فالمهم فإنه هي هاي الجايلاين، فأكو جايلاين معينة. فبالنسبة لهم إنه هم طبعا دائما يخلون الوريد اللي يرجع الدم سوبرفيشال، بالنسبة لهم السوبرفيشال هو المين فين، أوكي. فهنا أنا بهذا المريض لا كان الديب هو المين فين، فالديب المين فين تركه ما اساسا ما اخذوه بنظر الاعتبار. فظل هذا المريض ينزف 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 الى ان مات. هاي الحالات، هاي الامور، هاي الاشياء، هاي النقطتين اللي ذكرتهن، سواء كان هذا اللي شقق ايد البنية ولا هذا اللي مات بسبب انه نقطة بسيطة الاطباء كانوا ما يعرفوها انه الفاريشنز الموجودة بالفينز. وطبعا هذا الدكتور رمضان يقول سويت بحث على 25 جثة وعرفت انه اكو variations فعلا واسعة. هاي الحالة او يعني يمكن حسب هاي المستشفى هاي الحالة اول مرة تجيش، يمكن غير مستشفى اساسا هاي بالنسبة لهم obvious يعني. ف
اول حاله يمكن تجي لهاي المستشفى هيج حاله، فانه عرفوا بالنهايه انه اكو فاريشنز، وصارت من الجايد لاين بالمستشفى انه غيروها عدلوا على الجايد لاين مالتهم. فبهذا المعنى، فانت حتى تعرف هاي الامور، حتى تقدر تفهم انه تقدر يعني تقدر تستوعب، يكون عندك فهم عميق. برايك المصادر هي اللي راح تعطيك هذا الفهم العميق ولا المحاضرات؟ انت شو تشوف؟ انت شو تشوف؟ ايضا نقطة اخرى مهمة، حتى اني ما اكون تكلمت او ما كنت يعني خلينا نقول منحاز الى الانحيازي، ما اكون انحيازي للمصادر، اكون محايد. بالنهاية المعلومات ممكن تجي من المصدر، ممكن تجي من المحاضرة، ممكن تجي من اي مكان، ممكن من المصدر، ممكن من المحاضرة، ممكن من الدكتور، كلام الدكتور. اني مثلا هاي المعلومة اللي اخذتها واللي راح تظل محفورة بذاكرتي اخذتها من دكتور، ما قريها بمصدر اني. اوكي اكو اعرف انه الفينز بين فاريشن، قاريها بالمصدر انه الفينز بين فاريشن عاليه، فاريشنز عاليه، بس ما كنت اعرف انه ممكن توصل لهالمساله انه المريض يموت بسبب الفاريشنز الموجوده بالفينز. فبالنهايه المعلومات ممكن تاخذها من جميع الاماكن، بس انت كطالب قاعد تدرس، المصدر بالنسبه لك المفروض يكون غنيمه من المعلومات، فعليا غنيمه. ليش؟ انت تخيل، بس هو تخيلها بهذه الطريقة، المصدر هو شنو اصلا؟ شنو هو المصدر؟ المصدر هو عبارة عن كتاب، عبارة عن تكست بوك سووا بروفيسورز، مجموعة من البروفيسورز، او على الاقل بروفيسور واحد، يعني اكو مصادر سوا بروفيسور واحد، واكو بس عالميين، بروفيسورز عالميين يعني مو هيج، فسووها ممكن يكون مثلا اجتماع 20 بروفيسور حتى يصور مصدر واحد فحسب. ولكن بالنهاية انه اغلب المصادر اللي مسويها فد اشياء عمالقة، اوكي، ومو بس عمالقة. انت تخيل انه اني اسوي كتاب واطلقه على مستوى العالم، اكيد هذا الكتاب راح يمر بسلسلة، اكو منظمات واكو جهات واكو مؤسسات واكو يعني مراكز، انه راح تقعد تدقق بكل كلمة بهذا الكتاب حتى تنشره. ما راح تنشره هيك شلون ما كان، ما راح تطيل للعالم وهو ما مؤهل لانه يكون للعالم بهذا المعنى. فهاي النقطه جدا مهمه انه تفكر بيها. ايضا انه لما نجي للمحاضرات، فالمحاضرات قاعد يسويها دكتور، اوكي، دكتور واحد، هذا الدكتور ماخذها على اساس مثلا 300-400 طالب، هاي ماكسيمم 300-400 طالب راح يشوفوها هاي المحاضرة، هو ما معتمد عليها بشكل أساسي تام لتوصيل أفكاره، هو راح يعتمد على كلامه. يعني المحاضرة حسب ما يكون موجود عندنا احنا بالجامعات العراقية، فالمحاضرة راح تكون موجودة بوربوينت خلف الدكتور، والدكتور هو راح يتحدث، الدكتور مسؤول بشكل أساسي على كلامه مو فقط على محاضرته بهذا المعنى. فإذا كانت المحاضرة مو تماما واضحة فرح يقول لك إنه أنت حضرت ولا ما حضرت ببساطة. بينما المصدر إنه ما ضروري تحضر محاضرات حتى تفهم كل شيء موجود بالمصدر. أنا شخصيا أعتمد على المصادر، وصراحة نادرا ما إنه أكو دكتور يلفت نظري ويعطيني معلومات يعني صراحة كبيرة، معلومات انه احس انه يعني محاضرة هذا الدكتور كانت بالنسبة لي غنية صراحة، نادرا ما، لانه غالبا انه المصادر هي قاعدة تكفي وتوفي. ولهذا السبب اساسا انه توجه العالم بالوقت الحالي الى السلف ستادي، دائما انه موجه السلف ستادي، السلف ستادي، انه ادرس ادرس سلف ستادي، انه سلف ستادي شيء مهم، شيء مهم. ليش؟ لأنه تسمح لك بأنه تدرس أي موضوع أنت تريده بأي اختصاص أنت تريده بأي وقت أنت يناسبك. إذا وجود هيك شيء أنه شيء مبدع، معتمدة فقط على محاربة النفس. لهذا السبب يعني أكو فيديوهات وأعتقد ما أزال أقولها دائما تقرؤها بالنهاية، Thank you fighters. فعليا فعليا أنه أعتقد أنه اللي يدرس واللي يقاوم واللي هو فعلا فايتر، فكن فايتر، كن فعلا فايتر، انه تريد توصل للشيء مو فقط انه امتحان. ترى انت ما داخل كلية الطب حتى تمتحن، صدقني انت المسألة يمكن تكون فاهمها غلط، ترى كلية الطب مو امتحان، كلية الطب حتى تصير طبيب
وحتى بعد لما تصير طبيب تصير مسؤول على أرواح ناس، أوكي؟ المسؤولية اللي تقع على عاتقك مو قليلة، فلا تتصور إنه المسؤولية هي إنه تطلع درجات عالية وتصير الأول على زملائك. لا، المسؤولية إنه تصير طبيب ناجح، وإن شاء الله إن شاء الله أنت اللي قاعد تتابعني راح تكون طبيب ناجح. أتمنى لك كل خير، بس بنفس الوقت أعرف اختار، لا تختار شيء غلط يوصلك لنتيجة غلط. وأنا آماتين أنا شخصيا هسه حتى ما يطول هذا الفيديو أختمها بأنه أنا اللي قررت أسوي أو اللي أريد أسوي أو اللي جاي أسوي شنو. أكو مثلا محاضرات أو أكو مثلا الأمسكي اللي هو المسكلوسكلوتم، أنا قررت أنا كل شيء بي أناتومي، أنا أقرب المصدر، أريد المصدر يعطيني معلومات، أريد يكون عندي معلومات بالأناتومي كافية. فبالنسبة إلي بالأناتومي ما أتنازل عن المصدر، سواء كان المصدر 10,000 صفحة وكانت المحاضرة صفحتين، ما أتنازل عن المصدر. يعني بالنسبة لي الأناتومي شيء مهم. فthat's it، أي شيء اسمه أناتومي يعني بالمصدر. بس مع ذلك إنه مو معناته أهمل المحاضرة تماماً، لا، انه اذا قرأتها تخيل انت تقرأ 1000 صفحة بالمصدر وتجي تريد تقرأ مثلا حتى لو كانت المحاضرة 10,000 سلايد، فانه بالنسبة لك راح تكون سهل، انت خلص يعني هي المصدر. شنو المصدر؟ يعني مصدر شنو؟ مثلا مور، المصدر الاناتومي مور، انا اللي استخدمه مور او مور حسب كل واحد يعطي تسمية، كانوا بلبنان يسموه مور فهي للذكرى، يعني أنا أسميه نفس تسميتهم. فالمهم فالمصدر هذا مور، يعني هو أنت هذا المصدر أنه أنت محتاج لمدة 3 سنوات، يعني أنت كميديكال بيسك ساينس لازم مور من الغلاف تقرأ، هذا الايديال الشيء المثالي، وهو أساسا حتى مور من كفي تحتاج أنه صور أخرى مصادر تكون أطلس. وإن شاء الله راح أسوي محاضرة خاصة وراح أسوي فيديو خاص عن الأناتومي، دراسة الأناتومي شيء مهم، لازم يعني يكون أكو بهذه القناة شيء يعني فكرة إنه شلون ندرس الأناتومي. فعموما إنه هذا اللي ردت أوصله، إنه بالنسبة لي يعني بالأناتومي ما أتنازل. بس مثلا إنه لما أروح للباثولوجي، لا بالباثولوجي إنه كتب الباثولوجي الآن بالنسبة لي إنه أنا بعد ما أخذت النورمال مال الجسم كله، فكتب الباثولوجي رح تعمل لي ربكة شوي. فانطلق اروح للمحاضرة بشكل اساسي، اروح للمحاضرة، واذا اكو شيء ما فهمته اروح للمصدر. لازم اعرف، لازم تكون عندي مهارة شلون من احتاج شيء من المصدر اروح اخذه وما اضيع وقت هواي، فلازم تكون عندي هاي المهارة. وكان عندي فيديو اللي هو كيف ادرس المصدر، فهذا الشيء جدا مهم، جدا مهم انك تعرفه. فthat's it، يعني أنا أعطي لكل مادة، كل مادة بالنسبة لي لها بروفايل خاص. الـMSK لها بروفايل خاص، مثلاً الميكانيزم أوف ديزيز، الباثولوجي فإلها بروفايل خاص، مثلاً الممبرين ريسبتر إلها بروفايلها الخاص، أعرف شنو لازم أسوي بيها، أخطط لها أنه خلاص يعني هسه أنا مثلاً قررت أنه الباثولوجي بالأول أقرأ المحاضرة بعدين يلا أنطلق، الشيء ما فهمته أروح المكان. ممكن مثلاً محاضرة كاملة تكون بالنسبة إلي سيئة فأتركها تماماً وأروح أقرأ الفصل اللي عليها بالمصدر بالكامل، فحسب أنه حسب ما ثابت على نقطة معينة. بس الغاية الأساسية عندي أنه المواضيع تترتب تتسلسل عندي صح، لأنه غالباً المحاضرة عندها النقص بتسلسل المعلومات، والمصدر دائما أنا شخصيا ما أعاني أبدا من تسلسل المعلومات بي، لأن بالنسبة لي من أقرب المصدر يعني قاعد أقرأ قصة عن الموضوع اللي أنا أريده. أتمنى أن هذا الفيديو نفعكم، وأسف على الإطالة، ولكن كان لازم أنه أتحدث بهذا الموضوع، لأنه صراحة كلش أنقهر، فعليا هو كلش أنقهر لمن أشوف أنه الطلاب ما قاعد، يعني طلاب تريد فقط تقرأ، فقط انه نجاح اللي غايتها النجاح، غايتها الدرجة. هذا الشيء جدا يزعجني. ومرة يعني سالفة سريعة حتى نروح، مرة افتريت بالجامعة، بجامعة الكوفة، انه 20 طالب وطالبة سألتهم عن مواد السادس، قلت لهم مثلا شنو
شنو المول بالكيمياء؟ ما حد جاوبني غير بس طالبة واحدة، تحية لها. طالبة طبعا هي جاوبتني بس مو جواب دقيق تام، بس هي كانت فاهمة، يعني كانت شارد نقول انه كانت مستوعبة الفكرة، مستوعبة الفكرة مو فقط انه تقرأ. فالقصد اللي اريد اقوله انه ما بين 20 طالبة، كانت هي طبعا 21، ما بين 20 طالب وطالبة هي كانت 21، هي الوحيدة اللي كانت فاهمة المول، بينما البقية ما كانوا فاهمين المول. فبالنهاية هذا يوصلنا لاستنتاج انه تقريبا اغلب الطلاب بالجامعات والمدارس مهتمين بانه الامتحان يوصل للامتحان وتكون درجتهم عالية. I don't know why. ما انت هي مو بس الامتحان، ما انت هاي السنوات قاعدة تروح من حياتك وشهادة راح تأخذها، والمفروض تفهم والمفروض تستوعب كل شيء، حتى لو كانت ابتدائية اصلا، حتى لو كانت متوسطة، حتى لو كانت اعدادية، ايا تكن انت المفروض تفهم كل شيء. اوكي اوكي، هاي الطالبة تقول اوكي بدل اوكي، فا اوكي. نلتقي ان شاء الله بفيديو اخر.